ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم لبرج العقرب على نصايح كده تهمنا لبقية شهر نوفمبر، مهمة كتير نخلي بالنا نحطها في عين الاعتبار بشكل قوي جدا. طبعا برضو بمناسبة ان احنا ما زلنا في اعياد ميلاد اصحاب برج العقرب، فحبيت ان نتكلم الموضوع ده الاول لبرج العقرب. برج العقرب من اول الحاجات النصايح المهمة جدا جدا ان احنا ما نكونش متسرعين، يعني ان احنا ما بلاش نتسرع في قرار، في موضوع، في كلام، في اختيار، في قرار، في امضاء، او ان انا اكون بقدم على حاجة او بعمل حاجة او بلغي حاجة، بستقيل، ببعد عن الشريك. كل الحاجات دي لازم اخلي بالي جدا جدا من فكرة التسرع. حتى لو انا بجري بالعربية على طريق، مش كل، حتى ده يعني حتى ده لازم نخلي بالنا منه. اي حاجة فيها تسرع، كلمة تسرع في اي شيء لازم اخلي بالي جدا جدا منه، لان هيوقعني في مشاكل كتير وهيكون في لخبطة. عندنا ان احنا ذكيين جدا جدا، ولكن احنا التسرع هيخليك ان انت لاغي موضوع ذكائك، لاغي دماغك اصلا. ما صدقت لقيت فرصة معينة، هوب يلا بدون تفكير. خلي بالك كتير، لان في اشخاص شغلتها ان هي تبيع لك الحاجة، شغلتها ان عارفين، في، مش عايزة اقول الناس ايه بالظبط اللي بيشتغلوا، بس عامة خلي بالك كتير في ناس شاطرين جدا جدا في البيع والشراء. خلي بالك انك ممكن تشتري حاجة تطلع بايظة من خلال التسرع، وانك اتمليت دماغك، اتملى بايجابياتها وي 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 وانها ايه يعني حاجة عامة. فلازم اخلي بالي جدا جدا من الحاجات اللي زي دي، فكرة التسرع بقى بشكل كامل. الحاجة التانية ان انا يا مرأة برج العقرب اخلي بالي جدا جدا من الغيرة. رجل العقرب عندك غيرة، بس مرأة العقرب بتتربع على العرش في الموضوع ده. الغيرة القوية، الحسد، الحقد، في بعض الاساليب اللي بتبقى باينه فيها حقد وفيها حسد وفيها غل بشكل مش حلو ابدا. خلينا ان احنا مش انتوا مرأة العقرب يمكن بتتصدم الاول وبعدين تفكر ترد، تتصدم الاول وبعدين تبقى ممكن تبقى شرسة بعدين يعني، ولكن الصدمة بتخليها انها تظهر بانها طيبة، بان هي غلبانة. لو انت حسست اللي قدامك الشعور ده هيبدأ يستغلك ويجي عليك كتير، هيتصدم منك بعدين، لكن في نفس الوقت لازم تكوني جاهزة للمواضيع دي، جاهزة لأي غل أو كره يظهر بطريقة هزار، يظهر بطريقة أيا كان، إن احنا نكون عندنا قدرة على المواجهة، اللي هو دب على طول، دب وما تسميش على اللي قدامك. بس يعني خليكي ذكية جدا جدا إن انت بتواجهي ازاي او بتاخدي حقك ازاي. رجل العقرب انت ممكن تسمع النصيحة دي ليك برضو، بس في نفس الوقت هي مرأة العقرب اللي هتعاني اكتر في خلال المواضيع اللي زي كده. كمان حاجة تانية، ان هيكون عندنا نوعا ما من الكلام السم، كلام مش لطيف، ليه علاقة بالمعايرة، يعني التنمر، جزء من التنمر. يعني مثلا فشلنا في موضوع، ما انتوا فشلتوا في كذا كذا، ما هو غيركم عمل كذا، ما مش عارفه ايه. ففي عندنا مقارنات سخيفه، عندنا حاجات من دي بتاثر كتير في نفسيتكم. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تفهموا اللي قدامكم لو هو حد غالي عليكم او عزيز عليكم ان الموضوع ده بيتعبكم، فمش عايز اسمع حاجه زي كده تاني. الشيء التاني انك حاول تثبت قدرتك الهائله على ان انت ترد بالموضوع ده. يعني ايه؟ يعني ان انا اخد كلامهم او اخد انتقادهم او نوع من التنمر او اللي هم بيعملوه لشيء يقويني، مش شيء يقلل مني او يأذيني. لا، انا اخدت ده، انا هيديني دفعة قوية ان انا اوريك مين انا، فانا بوريك النجاح بتاعي، ان انا اسعى للخير، اسعى للافضل. فخليني ان انا اكون بهتم بالموضوع ده اكتر يا برج العقرب. يعني اوعى تضعف نفسك، اوعى تضعف نفسك، خلي المواضيع اللي زي كده تقويك. الحاجة برضو المهمة ان احنا محتاجين جدا جدا نحصن نفسنا، وان احنا نخلي بالنا من بيتنا، من حياتنا، من اسرتنا. خلي بالك جدا جدا على ده. عندك في قرب في العلاقات العائلية، حاول على قد ما تقدر انك تقرب اكتر، حاول على قد ما تقدر انك تظهر حبهم او تظهر الحب اللي جواك ليهم. عندك في اشخاص هم مش عارفين هل انت بتحبهم ولا لا، يمكن هم طبعهم شوية قاسي، او ان هم عشان طبعهم قوي او شديد فبالتالي ممكن يفهموا طريقتك ان عادي مش حب بجد.
حاول على قد ما تقدر انك انت تقول لهم لا انا بحبكم، اظهر ده بهديه، اظهر ده بشيء حلو. فعليك ان انت تعمل ده عشان تحس ان في ليك ظهر او ليك سند، لانك عندك معاناه، انك حاسس ان هم مسؤولين منك ومحتاج، وبيجي لك شعور ان انا عايز احس ان انا مسؤول منهم، انا عايز احس ده. فيكون عندك برضو الشعور ده شوية. حاول على قد ما تقدر انك تفكر بطريقة صحيحة قبل اي خطوة، قبل اي قرار، تفكر بطريقة صحيحة قبل اي كلام ممكن تقوله يا برج العقرب. برج العقرب عندك وضع اهتمام بنفسك حلو جدا جدا، مهتم بالسوشيال ميديا على فكرة كتير، مهتم انك بتراقب حد على السوشيال ميديا، او مهتم انك تظهر جمالياتك او ايجابياتك على السوشيال ميديا. خلي بالك لان الشيء ده انت شايف ان هو حلو في البداية، انك تظهر او انك تراقب الحاجات دي، ما بلاش تظهر بشكل انك تحط صور، انك مش عارفة ايه ان ايه، لان في ناس كتير هتقول ايه ده، ايه الاختلاف ده، فيبدأوا ينخوروا بقى من ورانا ويدوروا من ورانا والحاجات اللي زي. مش عايزين نقع في فخاخة من النوعية دي. يعني يا برج العقرب خلي بالنا كتير، لان تغيرك على السوشيال ميديا ده بيثير انتباه كتير، وفي اشخاص هتراقب وهيكون في كلام بيتقال، وغير ان احنا معلش بس عندنا حاجات كده ليها علاقة بتشويه السمعة، وليها علاقة ان في ناس بتقلب في سلسلة الماضي وكلام في الماضي، وانت مش انت عملت كذا كذا، كان احساسك ايه وقتها واحساسك كان ايه، وبنتسأل وبنتعرض لكلام من ده كتير، وده بيسير برضو في نفسيتنا. فلازم ان احنا نخلي بالنا قوي من الكلام ده، لان احنا في الاخر اللي هنتعب وهنلاقي اسئلة مش هنعرف نرد عليها ومواجهات ويوي. رجل العقرب هيبدأ يقول وانت مالك، عنده رد حلو، بس مرأة العقرب على فكرة، وكتير اللي بيسمعوا الموضوع ده يقولك مرأة العقرب بتبقى غلبانة، اه مرأة العقرب غلبانة، مرأة العقرب هادية، بس لو هي حطتك في دماغها هتجيبك الأرض، لو حطيتكم في دماغها هتجيبكم الارض، هي قوية جدا بس مش باين عليها ومش بتبين ده، وهي غلبها دايما اللي بيكون ظاهري، بس مرة في التانية في التالتة لو اذيتها مرة تالتة هتجيبك الارض وش عامة. فبرج العرب، لان فعلا بتسأل في الموضوع ده، بيقولوا انت بتقولي مرأة العرب غلبانة، لا مرأة العرب فعلا غلبانة، بس تعالى بقى اذيها اكتر من مرة والله هتسفلت بيك الدنيا. عامة برج العقرب برضو من اهم النصايح اللي اخلي بالي جدا جدا منها، انك بتوجع في نفسك وبتلوم في نفسك بسبب شريكك، او بسبب ان شريكك هل هو بيحبك ولا لا، هل في علاقة تانية، هل مش عارف ايه، هل ايه، بنسأل نفسنا اسئلة كتير جدا جدا، عندنا شوية بتلوم في نفسك كتير، بتسأل نفسك هل هو بيحبني ولا لا، في علاقة طرف تالت ولا لا، هيجي يقرب ليا ولا لا، بالنسبة للناس اللي في خلافات ما بينهم وما بين شريك حياتهم او الحبيب. فبتسأل نفسك أسئلة كتير، هو بيفكر فيا، هل معجب بيا، هل بيراقبني، هل مستنيني، تسأل نفسك أسئلة كتيرة جدا جدا. بالنسبة لمرأة العقرب، الشريك ده هيبدأ يرجع لك وبيفكر فيك، وهيكون عندنا حالات رجوع. رجل العقرب انت بتفكر اكتر في علاقات الماضي، بتفكر كتير في الشخصية اللي انت سبتها او سبتك دي جدا جدا، يمكن كمان عندك مراقبة. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تعملوا وقفة مع حياتكم، انتوا بالفعل في جزئية كبيرة هتعمل وقفة، وان احنا بالنسبة للشخص اللي انت شاكك فيه انت بتعمل وقفة معاه، ان انت بتبدأ تشوف حياتك وحاطط له موقف قدامه، ده شيء حلو جدا وانت كده بره الموضوع. لكن بالنسبة لي الناس اللي عندها خلاف ومستنيين او بنفكر في الشخص ده جدا وبنحاول نصلح ويوي، حاول برضو تبص لمستقبلك قوي وما تفكرش في ده، لان ده بيثير ضعفك، بيظهر ضعفك، فخلي بالك جدا ما تحاولش تتعب. والموضوع بالنسبة لك لما تسيبه هيبدأ يحصل حقيقة إيجابية، لكن طول ما انت بتفكر فيه انت بتلهي نفسك عن حاجات تانية إيجابية. بص لنفسك، بص لمستقبلك، لاهتمامك بذاتك هيخلي الشخص اللي سابك يرجع لك غصب عنه، وأصلا عندنا رجوع، ولكن ما تدمرش نفسيتك أكتر من كده. برج وانتوا بتضحكوا وتهزروا، بس المشكلة من جواكم في تعب نفسي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام، وجعت دماغكم، سلام.